السلام عليكم. تعرف عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا جزيت عنا كل خير يا شيخ مصطفى. وإياكم. شيخنا كنت بس هكلم حضرتك على شيء في العقيدة بس. تفضل. ربنا سبحانه وتعالى قال الرحمن على العرش استوى. سبحانه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا الجنة درجات أعلاها الفردوس وفوق الفردوس عرش الرحمن. صدق رسول الله. والجنة فوق السماء والجنة فوق السماء السابعة بسورة النجم عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. نعم. بس يا شيخنا باجي أكلم أي حد بالكلام ده يعني بيجازني جدال كبير جدا. أرض عن الجاهلية. يعني يا شيخنا عندنا الآن أكثر من 1000 دليل عقلي ونقلي على أن الله في السماء، وبعدها عندنا الرحمن على العرش استوى كما تفضلت أنت في حديث المعراج. جزاك الله خيرا. تجاوز النبي السماء السابعة و ورأى سدرة المنتهى. سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، جنة المأوى درجات أعلاها الفردوس. الفردوس فوق عرش الرحمن. بس انتهى الأمر. يعني أتحدث الناس. لا تجادلهم يا أخي الكريم، هؤلاء مبطلون مبطلون مبطلون. بقول لك إذا كان فرعون يفهم عنهم، فرعون قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. ما قالش حفر لي يا هامان حفرا انزل لإله موسى، قال ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إليه الناس. وقال الله لعيسى إني متوفيك ورافعك إلي. صح. وحديث المعراج آمنتم وأمنتم من في السماء. السلام عليكم.